مساء المغرب. بالعكس المغرب ما عندناش الضوء ديال السمنه كبير، يعني حنا محظوظين. حنا المراه المغربيه اكثر ما كتجري وكتدهك هذا حابقه ما كتكونش زايد عندها الوزن، ما عدا في حالات ديال الحمل مورا الولاده اللي كيطراو هاد الليل. وهذا الشيء اللي عشته انا كتجربه شخصيا، يعني فمن مورا الولاده ديالي درت عمليه ديال كيسميوها لا سليف، ونقص بها يعني وزن بزاف، ولكن وصلت واحد المرحله انا ما كنتش راضي على كميه الوزن اللي نقصته. يعني هذه المرحله اللي كنتكلموا فيها دابا انا ضعفيت وعاود رجعت واحد كلك كيلو، لان الوجه ديالي كانت تاثر بزاف من النظاره ديالو وتاثر، والناس ما تقبلاتش اسماء بهذاك الشكل، وحتى انا ما كنتش كنت حاسه بوجهي بحال مريضه، وانا ما كنكونش مريضه. فهذا هو اللي طرا يعني، والموضوع هو عمليه ماشي غنشكر فيها. كيعجبني ان كل شخص يحاول يعيش التجربه ديالو، ولكن غنتكلم على التجربه ليا انا، فهي كانت مفيده في ديك اللحظه، لان مورا الولاده وانا الخدمه ديالي كتعتمد على الظهور الاعلامي، فما كنتش مرتاحه نفسيا. اثر علي الموضوع حتى انه كيفاش خصني نلبس، كيفاش هذا، فنفادتني نفسيا. فموضوع ماشي تجميلي بقدر ما هو موضوع مفيد نفسيا للمرأة ولا للراجل. يعني تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.